تغلي غلي والله تغلي. هاي لاجل اجل يما لا لا خلك مكانك انزل. قول يا الله كيف حالك شادي؟ الحمد لله. ايوه خواتي بسرعه. بنبلش بالصيف الساعة 6 5 ونص 6 ونص زي هيك يعني من حم الدنيا ما نقدرش. في نسوان بتغيب بعد بالحم. من تحت يا بنت هنا 6 6 مراقبة مراقبة وحده حاطه ايدها على ظهرها بعد النهار بطلعش. احنا 5 ونص 6 الا امرات لاي ساعة؟ للتسعة تسعة ونص حسب ما نربط ونحل يعني نشتغل 4 ساعات. اه بالصيف بيقدر الواحد يشتغل اكثر من 4 ساعات؟ لا بس 4 ساعات. 4 ساعات يصير ايه؟ اه يصير نفهد. انت شايفه طلع قاعد امشي والواحد مش قادر يساوي. نلبس اواعي شتوي بالصيف لانه شغل البامي حامي. نلبس اواعي شتوي كمان ضربه شمس. اه بقولوا لي عليك تحطيش مي مثلجه يعني على راسك لان هاي بتضرك. بتردي ولا بترديش؟ يعني امرار برد امرار من الحم بقدرش اقاوم لازم احط مي على راسي. امشي 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 روح هاد روح جوا علي. ما في مكيف عندك؟ لا بي هذا تاع الميه بس ما فيش كهرباء ما هو من يوم تقطعت الكهرباء لا بندير ولا بنساوي. يعني انا لما قبل يقطع الكهرباء عني كان كل شهر يجيني 70 دينار. انا اسال جابك انا. انا صعب بليت حالي جوا بالدار انا كلني ميه من جوا. وين اردن؟ هي اردن طول نهاره زي هيك يفوت جوا من الجامع طوالي على البرميل هاي شغلته لا يصب على الكاميرا. قولها مين. ايوه زي هيك. لما تكون الارض مبرده تحته لما تزليها تنطيك بروده. الو يلا هيني جاي يلا هاي الباص اجا. يعني هاي اخف فاتوره بتيجي عندي كم؟ يعني 51 المره هاي جتني يعني كل شهر بتزيد قاعده. الصبح احنا بنشتغل 4 ساعات بخمس دنانير. الصبح طبعا لقطنا بامية. العصر دوالي 4 ساعات طبعا. بيان اطلع. يلا اه صور انا لحالي مش انت. استنى خلاص بالليل نهارنا يعني صار بالليل والنهار صار ليل عندنا يعني احنا بنقضيها بنهار نوم ما بنطلع من الحم وبالليل نطلع سهرانين عرطوبة الجو. عندي عريشة عامل عريشة برا من المغرب ورا بفرش بيها وبننام برا يعني يعني لما تكون هوا بننام بدري شوية
أما لما تكون حاملة والله بنطول وإحنا قاعدين على الشارع.